رسم الاحتفال بخمسة جويلية بالشارع الرئيسي لولاية عين تيمشنت، وهو الشارع أول نوفمبر 1954 بولاية عين تيمشنت. الاحتفال 5 جويلية في ولاية عين تيمشنت مبكرا من اليوم 3 4 و 5 حتى 6، كلها أيام احتفالية، أو نقول شهر ثورة، شهر الاستقلال. الآن قرب مقر بلدية عين تيمشنت، والساحة 9 ديسمبر، الساحة المعروفة. هذا مقر البلدية. مسجد سيدنا علي أبي طالب، ثم مقر المركز الإسلامي. طبعا المركز بمثابة قاعة للمحاضرات وعدة أقسام لتعليم القرآن.